من نجوى العيون وأخشى أن القلب الحزين وأشفق أن تخادعك المعاني بأعين ناظريك فتخدعيني. شاعر الشباب أحمد رامي، مقام حجاز كار، ويصاحبه في العزف على القانون محمد عمر، وعلى الكمان سامي الشوى. وقد نظم رامي أبيات هذه القصيدة في شهر ديسمبر من عام 1924. وما أغوليك من دمعي وسوري
يقدم وبي خجل أقدمه وبي خجل أقدمه وبي خجل عساني أظن ظننت بالشيء الثمين وهل عزت على نفسي حياة أقدمها على قصر السنين وهل عزت على نفسي حياة أقدمها على قصر السنين وقفت على هواك مطار فكري ومطرى خاطري وفنوني ووحدت المعاني ووحدت المعاني فيكي حتى رأيت الكون خلوا من سجون لم يكن ترنم عبد الوهاب بالشعر مرتبطا بالقصيدة وحدها، وإنما كانت موشحاته الأولى من الشعر الخالص الذي لم تتسلل إليه ألفاظ عامية أو دارجة. وغنى عبد الوهاب أيضا من شعر رامي قصيدة بعنوان تعالي، مطلعها تعالي نفني نفسينا غراما ونخلد بين آلهة الفنون، أرتل فيك أشعاري وأصغي إلى ترجيعك العذب الحنوني. وقد نظم رامي هذه القصيدة في شهر أبريل من عام 1925 ولحنها عبد الوهاب من مقام الرست. أرسل فيك أشعاري و
العوامل التي أدت إلى نجاح عبد الوهاب وتوفيقه في غناء القصيدة إحساسه بالكلمة التي ينشدها وفهمه العميق لمعناها وإيمانه بأهمية الشعر في الارتقاء بأذواق المستمعين باعتباره أرقى ألوان الغناء. ومن محمد عبد الوهاب نستمع إلى قصيدة قلب بوادي الحما
مقام بياتي. قلب في واد الحما كلا السور مصر ماذا صنعت به يا طبيعة البال يا خادم كلا السنين ويعد محمد عبد الوهاب أكثر مطربي المدرسة الحديثة غناء للقصيدة، وقد أعانه على ذلك تنوع وتعدد الأدباء والشعراء الذين كان يغني أشعارهم أمثال أحمد رامي وأحمد شوقي وجلال رضوان وأمين عزة الهجين. ومن شعر الأديب جلال رضوان نستمع إلى قصيدة باتت تناجيني عيونه وحديثنا شتى فنونه. وجلال رضوان صديق المستمع كان أديبا وشاعرا ومن رجال القضاء، مع محمد عبد الوهاب وقصيدة باتت تناجيني عيونه. محمد عبد الوهاب باتت تناجيني عيونه حديثنا شتى
الظنون. نسقى بكافات المنى والصعد تسفيها يميل. في روضة منظورة الماء يرويها معين. منظورة الماء يرويها معين. ونرى الغدير مرصعا ليبدو عليه ياسمين. ونرى الغدير مرصعا ونرى الغدير مرصعا يدعو علي ياسمين. ونرى الغدير مرصعا يدعو علي ياسمين. إن روحت نسمة كانت أزاهيرا سفين. إن روحت نسمة كانت أزاهيرا سفين. ويفيق من النساء من الجسد ويفيق من نهب النساء من الجسد نعس الجفون. على مهد الرياض فلا الرقيب ولا عيون. بتنا على مهد الرياض فلا الرقيب ولا عيون. الرول وضح جبينه الرول وضح جبينه والبدو وضاح جبين. وأمس سرا الهوى يا ليت شعري هل يقول.
وكان لأمير الشعراء أحمد شوقي الفضل في تأصيل الشعر في وجدان عبد الوهاب، فقد كان شوقي يتلو عليه قصائده قبل أن ترى النور، وكان عبد الوهاب يطرب لجرسها ويتذوقها ويتفهم معناها. ومن قصائد شوقي التي غناها عبد الوهاب في حياة أمير الشعراء: منك يا هاجر دائي خدعوها بقولهم حسناء، يا جارة الوادي طرقت وعادني، ردت الروح على المضنى معك، علموه كيف يكفو فجفا، أنا أنطونيو وأنطونيو أنا، تلفتت ظبية الوادي. ونستمع منها إلى قصيدة أنا أنطونيو وأنطونيو أنا، ما لروحينا عن الحب غنى، مقام بياتي. وتتألف هذه القصيدة من 14 بيتا، وهي إحدى قصائد مسرحية أمير الشعراء مسرح كليوباترا التي قدمتها فرقة فاطمة رشدي. وتتميز هذه القصيدة بجوها الشعري واتجاهها التعبيري، وفيها بدا صوت عبد الوهاب أكثر رخامة وتطريبا. أنا أنطونيو وأنطونيو أنا، ما نحن في الحب حديث بعدنا، رجعت عن شهونا الريح الحنود، وبعينينا بكى المزن الهتود، رجعت عن شجون الريح الحنود، وبعينينا بكى المدن الهتود، وبعثنا من نفاسات الشهود في حواشي الليل برقا وسنا، خبري خبري يا كاف واشهدي يا وصل، واروي ليل وحدثي هل جنينا من ربا الأنس الصمر ورشفنا من دواليها المنى، مرت هذا
فجرت ماء وظلا وجنى نحن شعر وأغاني غدا بها وانا نحن شعر وأغاني غدا بها وانا راكب البيد حدا وبنا الملاح في اليم شدا وبكى الطائر وغنى موهنا من يكون من يكون في الحب ضحى أو بمسموح من الدمع جرى نحن قربنا له ملك الثرى ولكن الموت فيه هينا في الهوى لم نألهن المؤسر وذهبنا مثلا في العصر هو أعطى الحب بتاجي قيصر لما لا أعطي الهوى ساجي منا كان محمد عبد الوهاب ملتزما بالإطار التقليدي للقصيدة ولكن أداءه الجذاب وشبابه ورؤيته المتفتحة أضفت عليها روحا جديدة. ومن مسرحية مجنون ليلى لأمير الشعراء أحمد شوقي لحن وغنى عبد الوهاب هذه القصيدة: تلفتت ظبية الوادي فقلت لها لا اللحظ فاتك من ليلى ولا الجيد، مقام حجاز بمصاحبة أمين علي الرشيدي وكمان جميل عويس. ظبية الوادي فقلت لها لا اللحظ فاتك من ليلى ولا الجيد ليلى في المدينة
سيداتي وسادتي، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة التي سعدنا فيها بسماع باقة مختارة من القصائد الأولى التي تغنى بها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك بمناسبة ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.
كنتم مع سهرة ألحان زمان.